الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم
وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا سبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم
صدق الله العظيم.